أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير مما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله فلو قول يهديون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل من البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فالمسلمون. وإذا وقع الفر عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم يكذبوا بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أم يروا ما جعلنا ليسكنوا فيه النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم يرفع الصور ففزع من السماوات ومن الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. سبح الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء
الحسنة فلهم خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم الواسمين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم يوم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأرضعيه باليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لكاد تجلي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عنها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده استوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين حملة أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فسرعته الذي من شيعته على الذي من عدوه فمكثه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظننت نفسي فاغفرني. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمشركين. فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بنفسه يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أرغى فأن يكتشف الذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. وخرج بها خائفا يترقب قال رب اجني من القوم الظالمين. ولما ترجى تلقى أبيا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ما ووجد من دونهم واحدين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداه ما تمشي على السجاد قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه قص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتم على أن تأجرني ثماني حجج فإن سمت أعزم بعندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بني وبنك أيما لجئت فرجت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله جالس بجانب الطور نارا قال لأهل امكثوا إني أسمع من أهلي آتيكم بها بخبر عجبة من نار لعلكم تصطادون مباركة من شجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا بعصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا أنكر ولم يعقل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين رسل يدك في جيبك اصبر عظاما من غير سوء وطمئنك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين قال رب إني قتلت منهم سباها فيقتلوني وأخي هارون هو أصح مني لسانا فأرسله معي لكي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصدقون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي يعلم من جاء الهدى مثله وان تكون له آخذ الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إلا لغيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي سرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الكذب غير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر إلى كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسبناهم في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من قدما أرنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة الأحجار يتذكرون وما كنت بجانب غربه قدنا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أشهد قرون فتقى عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إمدادنا ولكن رحمة من ربك لتنذر قومنا أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فانتبهنا آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما
كل كافرون قل فاتوا بكتاب من الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فلما يتبعون أهواءهم وما ضل من اتبع هواه